شيء اسمه رخب، في عندهم شيء اسمه رخب وشيء اسمه شرط. ومن حيث قوة الحكم لا فرق بين الشرط وبين الركن، لأن افتقاد شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة يستلزم بطلان الصلاة. من الحقيقة كلاهما سواء، لكن الفرق عندهم يقول الشرط خارج الصلاة مثل الوضوء، والركن مثل القراءة مثلا أو ركوع السجود داخل الصلاة. لكن لما تكلموا عن تكبير الإحرام اختلفوا، قالوا يا ترى تكبير الإحرام شرط ولا ركن؟ شو السبب؟ لأنه بين يدي دخول في الصلاة، فهو من جهة شرط ومن جهة ركن، فأنت ظننت أنه في ركن قولا واحدا. لا، مش هيك القضية. قضية باعتبار أنه متصل بالصلاة فهي ركن، لكن باعتبار أنه لسه ما دخل في الصلاة فهي شرط. إذا عرف هذا التفصيل من أهل العلم يجب أن نقول صحيح هذا ما دخل في الصلاة لما قال نويته إلى آخره، فهو بين يدي الصلاة. كذلك تكبير في الإحرام هو بين يدي الصلاة، فكون التكبير هذه ركن ولا شرط هذه مناقشة لفظية، لأنه قلنا من حيث الحكم الشرط ركن نتيجة وحده، إذا ترك شرطا فصلاته باطلة، إذا ترك ركنا فصلاته باطلة. فبرجع بقول هب يا أخي أنه تكبير الإحرام هو ركن وليس بشرط، ما فيها التردد اللي ذكرناه بين العلماء، مش مهم. صارت القضية قضية مناقشة لفظية، وهذه ما بترتب عليها أي أهمية. خلينا نسحب، أنا بسحب الكلمة أنه يستفتحون الصلاة بإيش؟ بهذا اللغو من الكلام. شو رأيك إذا قلنا بدل يستفتحون يبتدئون؟ شو ما في فرق بين قلنا هيك ولا قلنا هيك؟ الهدف كله بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصب للصلاة يريد أن يحرم بالصلاة ما يتكلم بشيء إطلاقا بين يدي تكبيرة الإحرام. أول ما يستفتح به الصلاة الله أكبر. إذن هذا التلفظ بالنية شو محله من إعراب؟ لا محل له من إعراب. إذن هذه بدعة، وهنا بقى في الحديث الوارد في ذم البدع كله.